والحقيقه حضرتك حضرت يعني في نفس الوقت، ما اعرفش ازاي بقدره قادر كده 3 اجتماعات في نفس الوقت في 3 لجان، في لجنه الطاقه والبيئه ولجنه التنميه المحليه ولجنه المشروعات المتوسطه والصغيره. يعني ايه اللي حصل؟ محبوب انا في البرلمان اعتقد حضرتك يمكن اكتر وزير بتروح البرلمان. انا ما حسبتش بصراحه بتاع البرلمان يحسب، بس انا يعني كوزارتنا لنا سياسه معينه مع البرلمان، ان نفتح جميع سبل التعاون المشترك مهما كان النقد حاد ومهما كان النقد في بعض الاحيان يخرج عن حدود النقد، ولكن دول نواب الشعب وانا ما عنديش غيرهم يمثل لي الشعب، ويجب ان اتعامل معاهم ويجب ان نتعاون مع بعض ويجب ان احنا نحل المشاكل مع بعض. نحن نفهم جيدا ان هم خط الدفاع الاول، هم اللي بيحتكوا يوميا بالمواطنين وبالتالي عليهم عبء مما ينعكس احيانا في مش عايز اقول اكتر من ضغط ونقد حاد، ولكن نحن متفهمين الامور.